يفاخر الجزائريون بتاريخ 20 أوت من كل سنة بواقعتين تاريخيتين أرشدتا الجزائر إلى درب ونور الحرية. فبتاريخ 20 أوت 1955 وعلى الساعة 12:00 ظهرا بدأت هجمات عسكرية شنها جيش جبهة التحرير الوطني على المستعمر الفرنسي بأزيد من 26 قرية بالشمال القسنطيني، والتي كانت بتخطيط الشهيد زيغود يوسف قائد المنطقة التاريخية الثانية، واعتبرت إحدى المحطات البارزة في تاريخ الكفاح المسلح وشعلة جديدة للثورة. الحدثين هامين جدا، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي التنظيمي، فكليهما كان لهما دور كبير في توسيع قاعدة الثورة وفي تنظيم الثورة وفي دفع بها، لأن هجمات الشمال القسنطيني هي بمثابة نوفمبر جديد، أعطى نفس جديد للثورة. بعد سنة واحدة فقط وبنفس التاريخ تحديدا في إفريوز لاغن بولاية بجاية، وبسرية تامة انعقد المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني بمشاركة قادة الثورة الرئيسيين ووفد من 16 مجاهدا. مؤتمر الصمام، والذي كان المنعطف الحاسم، تكلل بإنشاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولجنة التنسيق والتنفيذ، والتي وضعت الخطوط العريضة لإنشاء دولة عصرية. ومؤتمر الصمام نظم الثورة، خرج مجموعة من المخرجات الهامة، لأن من قبل كان اللقاء غير مركزي، يعني كانت في استقلال في المناطق الخمسة. جاء مؤتمر قسم الجزائر من جديد إلى ست ولايات، من بينها الولاية السادسة، وأعطى أولوية الداخل على الخارج وأولوية السياسي على العسكري، وقدم أيضا مجموعة من المخرجات في الجانب التموين والإعلام والمال والتجنيد والسلاح وتشكيل الخلايا. الذاكرة تستوقف أبناءها، ولا يمكن للجزائريين أن يمروا على هذا اليوم التاريخي الذي يحمل ذكرى مزدوجة غيرت مسار تاريخ الثورة الجزائرية، أحداث كبرى كتبت في تواريخ ذهبية لجيل الاستقلال.